السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الخامسة والأخيرة من محاضرات التسويق للأونلاين، مجموعة الأونلاين اللي بتدرس المواد التخصصية في التسويق للدارسين باللغة العربية والإنجليزية أكاديمية النصر. دي آخر محاضرة لينا النهاردة مع بعض في الأونلاين. معاكم دكتورة وفاء نصوح، بندرس مع بعض الكتاب الخاص بالماركتينج مانجمنت لكوتلر، واخر جزء عندنا هو سيتنج البرودكت استراتيجي او وضع استراتيجيات للمنتج. الشابتر هنا بيكفر ايه، او الاسئله الهامه بيه بتكون ايه؟ What are the characteristics of products and how to marketers classify products؟ ايه هي اهم خصائص المنتجات وازاي الماركتير بيصنفوا البرودكتس؟ How can companies differentiate products؟ ازاي الشركات بتفرق ما بين المنتجات؟ Why is product design important and what factors affect the good design؟ ليه المنتج بيعد تصميمه ذو أهمية، وايه هي العوامل اللي بتؤثر على تصميم المنتج؟ الحقيقة at the heart of a great brand is a great product. تمام، علشان تبني علامة قوية لازم تقدم منتج جيد او منتج قوي. تمام، طبعا نقصد بالعلامة هي البراند او العلامة التجارية. product is a key element in the marketing in the market offering، وبالتالي فالمنتج او البرودكت هو العنصر الاساسي في العرض التسويقي او العرض اللي بيتقدم للسوق. To achieve market leadership, firms must offer products and services of superior quality that provides unsurpassed customer value. علشان تقدر الشركات ان هي تنافس في السوق او تعمل قيادة للسوق او تعمل ريادة ليه، لازم الشركات تقدم منتجات وخدمات بكواليتي عالية جدا، وتقدم customer value او قيمة للعميل كبيرة. من ضمن برضو أسئلة الشابتر بيغطي How can a company build and manage its product max and product lines؟ إزاي الشركات بتقدر to manage the product max بالنسبة لها، المزيج التسويق للمنتج، والproduct lines وخط الإنتاج. How can companies combine the products to create strong co-brands or ingredient brands؟ إزاي الشركات بتجمع المنتجات مع بعضها وتعمل كومبايننج لمجموعة من البرودكتس عشان تخلق علامات تجارية او براندز مساعدة، او تعمل انتجريشن ما بينهم، تكامل ما بين البراندز وبعضها. How can companies use the backing والليبلينج والوارنتيز والجارانتيز as marketing tools؟ ازاي الشركات بتستخدم التغليف ووضع الليبل والوارنتيز والجرانتي الضمانات كأدوات تسويقية لتسويق المنتجات بتاعتها؟ نبدأ مع بعض ونقول What is a product؟ ايه هو المنتج؟ A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need. يبقى المنتج هو اي حاجة بتتقدم للسوق علشان تجذب الانتباه للاستهلاك، ممكن لارضاء رغبة عند العميل او ارضاء احتياج معين، اشباع احتياج معين عنده. وبالتالي على بشكل اوسع فاحنا we define the products also been include services وال events وال person وال places وال organizations وال ideas. كل ده ممكن يبقى products بالنسبة لنا، افكار، events، مؤتمرات، اشخاص، خدمات، كل ده ممكن يصنف على انه products. To differentiate، عشان اميز ما بين الoffers، marketers create and manage the customer experiences with their brands or company. علشان تميز الشركات ما بين الأوفرز، العروض اللي بتقدمها، بيحاول الماركتير المسوقين ان هم يخلقوا and manage the customer experience
خبرة للعميل بالمنتجات والبراندز العلامات التجارية ليهم أو للشركة بتاعتهم. طيب بما ان انا بتكلم عن العميل وخدمة العميل، فانا محتاج ابني علاقة بالعميل قوية. خلينا نشوف مع بعض ازاي نبني علاقة بالعميل قوية. Customer service links your organization, its products and its services with the outside world, the world of customers. This linkage is a two-way connection. When you interact with a customer, your face is the face of your organization. Your actions convey important information about your company, its products, and its services. At the same time, your eyes are the eyes of your company. As you observe customers, their actions supply information about their needs and expectations and about the quality of your company's performance. Parts 1 and 2 of this program are about the first half of the customer service connection. In part 1, we demonstrate skills for greeting customers, for listening to them, observing them, and evaluating their needs, and for responding both efficiently and graciously. In part 2, we demonstrate special skills for working in difficult conditions and with difficult customers. Part 3 is about the second half of the customer service connection, customer service as an information resource. Typically, a customer service transaction progresses through 3 steps. You greet the customer, you listen to the customer's responses and questions, and you evaluate his or her needs, and you then respond with the appropriate service. Each step in the transaction requires good people skills. You want your customer to come away from each transaction feeling good about your product or service, good about him or herself, and good about you. Good morning, General Diagnostics. May I help you? Good morning, this is Greg Romero. Hello. Can I help you find something? Just down the hall there. Can we help the next person in line, please? How are you today? Hi, how's it going? Did you want to see that bike? Oh, Marjorie. Hi, Bob. John. Good to see you. Well, I'm really glad you could come in. We're setting up for your project right now. Customers like to be greeted with enthusiasm and energy. They want to know that you welcome their business, and they like to feel that you're happy to see them. Turn your full attention to your customer and speak slowly and clearly, especially if you're giving out your own or your company's name. Second, listen to your customers. Listen to what they say and how they say it. Watch their body language. Well, there are several steps we have to go through. Well, we're confused about the material specifications. I especially wanted to bring Marjorie in to meet with you here because some of her people are concerned about the material's costs. I was curious. I didn't realize it was going to be quite so... Why don't we step into my office? It's a lot quieter in there. Thanks. That was great. Often customers signal with their eyes when they want help. Sometimes they prefer to shop privately. Inform them of your presence and willingness to help, then give them space. Oh, I'm just looking. Well, if you can't find an item, please let me know. Sometimes we have it out back or on a display shelf, and we can always order it. At other times, customers are confused, shy, or even embarrassed about their inexperience. Supply information tactfully. Use your customers' responses to gauge the technical level of the information you supply. Does that have a shock-absorbing frame? As I know, they're still only available on the mountain bikes. It's a little smoother ride with the fork suspensions, a little safer too. You can take a lot harder bump. It's a present for my son. To tell you the truth, I don't know anything about this. Well, let's see. How often does he ride? Well, about every day. Does he race? You may have to ask questions to be sure that you understand your customer's concerns. Avoid jumping to conclusions about what someone needs or wants. Instead, listen to his or her answers carefully. Your customer's problem may not be unique, but your customer is. And he or she deserves to be treated as an individual. Well, it sounds to me like he's pretty set on the suspension force, which is not a bad idea at all. But correct me if I'm wrong. Doesn't sound like you need a high-performance racing bike just yet. What he really needs is something that can take punishment. Yeah. This bike is built for durability. Its components are very solid, and it has the suspension he wants.
I'm looking for some of Edith Wharton's other novels. Oh, we moved some of them up to a special display up front. Are you a Wharton fan? Not really, but I loved Age of Innocence. Oh, then you like Custom of the Country and House of Mirth, too. You know, they're both New York stories, just like Age of Innocence. You don't want to waste your customer's time or your own. But a moment of conversation about some non-business topic establishes rapport and encourages congenial business relationships. Your comment can be as simple as a compliment, a remark about the weather, or an inquiry about a family member. Two rules: avoid politics and religion, and smile. How's the weather in Minneapolis? Huh? I've been seeing some of the pictures up here on the news. Oh my goodness. Here we are. Your record is up now. Working with customers over the telephone presents special challenges. You're not able to observe mannerisms or make use of eye contact, so it's essential that you be more deliberate in your verbal communication. Inform your customer of what you're doing. I understand. What are you trying to do? Make short, affirming statements to assure your customer that you're listening attentively. Yes. And be especially careful to restate and reconfirm what you've heard. Even though we have the machine online again, I think it would be a good idea to send a technician to check the laser alignment. If you could hold for a moment, we can set an appointment time. Also, my name is Greg Romero. If you have any other problems, please call me. Is there anything else I can help you with right now? Certainly. I'll transfer you as soon as we're finished. Being transferred repeatedly on the telephone can be frustrating to customers, especially when they're required to repeat the same information several times. Hi, Jean. I'm transferring a call to you from Mr. Miller of Systems Laboratories in Minneapolis. He wanted to confirm that payment had been made on invoice 37641. It sounded like they'd had some trouble getting it sorted out. Whenever possible, tell the person to whom you're transferring the call what you've already learned from the customer. And when you receive a transferred call, repeat back what you already know. Good. Thanks. Hi, Mr. Miller. I'm transferring you to Jean Meyer in Accounts Receivable now. She should be able to help you. Well, thanks for calling, Mr. Miller, and take it easy with that snow shovel. Hello, Mr. Miller. This is Jean Meyer. I understand you have a question about invoice 37641. Providing good customer service under ordinary conditions is no easy task. It requires good communication skills, insights into human behavior, and a real desire to provide service to others. But difficult conditions are the true test of your customer service skills. What do you do when all your customers seem to need you at once? When you have three people waiting in line, one holding on line one, and the phone is ringing again? And what do you do when your company has made a mistake and you have an unhappy customer? What do you do when you encounter an unreasonable customer who's hostile, manipulative, or perhaps even dishonest? Of course, you do the best you can. You make the best of a bad situation. But here are some suggestions to help make your best a little better. Sometimes customers seem to arrive or call all at once. Just a minute. Ringing telephones beg to be answered. You know that, and so do customers. But fairness dictates that you should first serve those people who are already waiting. How then do you both answer the phone and give priority service to waiting customers? Okay, Mrs. Taylor, if you could leave your number, I'd be happy to call you back with that information. At the moment, I have a few people waiting here to be helped. When you're making customers wait, you need to indicate that you're aware of their situations. This helps assure them that you won't waste any more of their time than is necessary. You should also note the sequence of customers' arrival and serve them in order. First come, first serve is a well-established convention of fairness, and customers will wait much more comfortably if they feel they're being treated fairly. If you don't know the correct order, request that the next customer step forward. I need to know some stuff about the bikes over here. Okay, and you just have those purchases, is yeah, that right? Yeah, that's all I have. Okay, do you mind if I take care of this transaction, and then I'd be able to answer all the questions about the bike models? Sure. Great. Thanks a lot. Sometimes it's possible to make exceptions to the first-come, first-served rule for the sake of expediency.
but do so only with the approval of other customers. So just these for you? Yeah, that'll be it. Okay, great. Use these three guidelines when working in overly busy situations. Number one, be fair. Depart from the first-come, first-served rule with caution. If you serve customers out of order, those bypassed are likely to become angry and frustrated. Number two, prioritize. Any waiting customer is your first priority. Cleanup, restocking, and discussions with other employees have to wait. The customer comes first. Number three, give your current customer your full attention. Look up, smile, and greet your customer, and turn your full attention to listening and evaluating. This person has waited. Now it's his or her turn to receive your best service. Working with dissatisfied customers requires special tact, sensitivity, and patience. I was going to ride at 25 miles this afternoon on a camping trip with my friends, but I am here and they are gone. I bought the bike here because you told me that all your bikes were road ready when they went out the door. Mine was anything but. The chain keeps falling off the sprocket and the brakes are too loose. The best Matt can do now is listen. His customer is angry and disappointed, and he needs to assure her that her complaint is being heard. He's not confronting her with excuses or taking her side by blaming the person who set up the bicycle. He's just listening. Man, I could have killed myself on those brakes. Once he's sure he understands all the facts and details of her complaint, he'll repeat his understanding of the situation. Let me just make sure I understand what happened. You picked the bike up on Friday, and when you got ready to ride it, there was too much play in the brake lever and the chain slipped. Is that right? Well, it kept skipping gear, so I tried to adjust the screws, and then the chain wouldn't even stay on. Out of frustration and a natural desire to find something or someone to blame for an unhappy situation, even reasonable people may be tempted to accuse a company of callousness. When your company's made a mistake, a clear, direct, sincere apology can often soothe wounded feelings and ease the process of resolving the problem. I bought the bike so I could go on this trip. I don't even know if I want the thing anymore. Well, I'm sorry, this shouldn't have happened. We should have caught these things in the final check. Sometimes when no solution is immediately apparent, it helps to ask the customer how he or she would like to see the problem resolved. We offer an unconditional 14-day refund policy, so I can refund your money if that's what you would like. I can also just make the repairs now, and I'll also recheck all the adjustments so they're exactly how you want. Now, how would you like to see this resolved? Offering your customers alternatives allows them to feel that they've regained some control. They no longer feel themselves to be at the mercy of a heartless organization. If we get you out of here quick, do you still think you can make your trip? There's a chance. I told them to leave, but they said they'd wait at the trailhead until 3. Okay, we have a couple possibilities. I can fix this bike now, or we have a loaner bike available. It's a 12 speed from our Backtrack line. It's a very reliable, very durable bike. I don't know. Well, I mean, I'd recommend that we fix this one. This is a great bike, and the problems really aren't that serious. What we needed to do was adjust the cable. Sometimes it gets a little stretched. These screws set the limit on the derailleur. It's better if you don't even touch those. That's it? Is that simple? Yeah, it is. This is your brake adjustment. It looks like the rear is okay. What do you think? It was just the left one that didn't feel right. Okay. Give me 30 seconds to teach you how to fix this should it happen again, and we'll place that bike back on your car. Okay? By acknowledging his customer's problem and sympathizing, Matt established himself as someone who wanted to help. When he asked her which alternative she preferred, he recruited her into a partnership for solving the problem. Of course, Matt was well-trained, and he knew how to fix the bike. Unfortunately, solutions aren't always so easily found. Still, the same principles apply. Listen and evaluate. Demonstrate that you understand the problem. Sympathize and apologize if appropriate. Suggest alternatives. And if necessary, ask the customer what solution he or she would propose. In customer service, 99% of the people you meet will be honest customers who want a serviceable product at a fair price. But among the other 1% will be people who attempt to manipulate you or defraud your company. I'd like to return this book. Oh, certainly. May I have your receipt, please? I must have misplaced it. I'm sorry. We require a receipt before we can make refunds. Here, and I'm bringing it back because I forgot I already read it. I'm sorry, we do require a receipt. But I
bought the book here. Can't you take the book back? We require a receipt before making refunds back. I can arrange for you to talk to a manager if you like. Will you just tell me the same thing that you do? I don't know. She may be able to help. I bought the book here. Why don't you just give me my money back? I'm afraid we do require a receipt. I'll take my business elsewhere in the future, then. Some place that wants it. I'm really sorry. I hope we can do better for you next time. Bye. Greta did fine. She didn't get angry or allow herself to be drawn into an argument. She might have been tempted to bring up any number of issues. For example, she may have suspected that the book didn't come from her store, possibly because the pricing sticker was in an incorrect location. Or she might have noticed that the book showed signs of use. But she didn't bring up these issues. Getting into an argument would have done no good. Nor did she attempt to justify the policy by explaining that book theft had become a significant problem. Had she made these arguments, they would have appeared to be accusations, and the incident might have escalated. Instead, she maintained her poise, expressed her regret, and stood by the policy. She did a number of other things well, too. I'm sorry, we require a receipt before we can make refunds. I noticed that Greta restated the company policy whenever the discussion threatened to escalate, but she didn't disclaim responsibility. We require a receipt before we can make a refund, and we also have a 30-day time limit on returns. Every organization has its own rules and policies, which they enforce with different degrees of strictness. As a customer service representative, you need to know what those policies are and the level of discretion you're allowed in enforcing them. And you need to enforce them politely and firmly. They exist to protect your company, you, and your customers. I can arrange for you to talk to a manager if you like. Greta also did well by offering her customer an opportunity to talk to the manager. Given more time and a more private location for discussion, the manager would be able to consider extenuating circumstances. For example, if the woman were a regular customer, or if another employee remembered selling her the book, the manager could make an exception. The manager could also provide an explanation for the policy, and if the return were clearly fraudulent, the manager could make clear that the deception was detected, thereby discouraging other future attempts. Greta also managed to remain calm and conciliatory. All of us occasionally have bad days, and sometimes we later regret our uncivil behaviors. Greta has left the door open for the customer to return despite the incident. There's no profit in burning bridges. Good morning. Can I help you? Yes. I'm looking for a book on table manners for children. I think Miss Manners has a book on... A difficult customer can leave almost anyone feeling frustrated or angry. Avoid the tendency to let that frustration and anger spread. Remember, your next customer has no way of knowing what you've been through and is in no way responsible for your distress. Take a few deep breaths, relax, and put the experience behind you. Move on to the much more rewarding experience of making your next customer happy. You know, we also have some adult etiquette books that have chapters especially for children. Oh, yeah. So far in this program, we've demonstrated techniques for working directly with customers. But quality-centered management programs have extended the customer service role far beyond these traditional boundaries. Quality-centered organizations are customer-focused. Their goal is to exceed customer expectations. To achieve that goal, they must know what customers' needs and expectations are, and they must know when they're successful in exceeding these expectations and when they're not. Customer service representatives work with customers every day. They learn who the organization's customers are, what they expect, what they like, and what they don't like. In quality-centered organizations, customer service representatives become resources of information for the entire organization. Simple observation of customers, how they circulate through aisles, their reactions to displays, their body language when they enter your place of business, all of these can lead to ideas for improving your service. Have you noticed that 9 out of 10 of the problems we have are with new customers? Why do you think that is? I know why that is. They don't understand our business. They bring us incomplete drawings. They don't know how to specify materials. They don't understand why it takes so long to get blanks delivered. And they don't understand why it's so expensive to make changes. I mean, they just don't understand machine tool work. And whose fault is that? I mean, let's look at it this way. What is there that we can do about it?
I try and show them around. Well, we both do. But it doesn't always work, right? So what I was thinking is that we try some kind of a new custom orientation program. It would give us a chance to talk them through the process step by step. You know, I like that. 90% of the time, having two of us at the register works. But there are those times when we get backed up. So, are you suggesting that we need to schedule three people on every shift? No, what I'm thinking is that stockers can be cross-trained as cashiers. They already know the books, and that way when we get backed up, Larry or Denise can come out and run the register, and I'd be happy to help with the stocking when the store's quiet. Great idea. Good. You know, our 14-day return policy creates problems for us. Most people expect it to be 30 days. Maybe we could make the sign more prominent. It might even be better if it was 30 days. 30 days is a pretty well-established number, you know. I appreciate your response to the problem with the pneumatics. I know the leads have been changed on the new units going out, but I'd like to make a suggestion. We still get calls on the old units every day. Instead of waiting for the call, I think we should consider making appointments and going out and replacing the leads before they break down. Typically, customer service information is communicated informally through company networks and casual conversation. But as organizations become more customer-focused, they often develop formal systems for communicating customer information. You may be included in cross-functional work teams. You may be expected to develop tools for analyzing customer satisfaction, or you may be asked to develop regular customer service reports. Customers love the new bikes. They love the styles, the colors, the lightness of the frames, everything. They do ask if they'll stand up to serious trail riding. Now, we all know the bikes are durable, but is there some way we can make them look a little tougher? We're planning an original print run of 20,000 pieces, which we hope to have in the mail by the 24th. You've promised an emergency response time of 2 hours? That's a feature our research has shown customers are very concerned about. We've been targeting 4 hours. You're opposed? Well, I think we want to be sure we can deliver as promised. Nothing upsets customers more than broken promises. You don't think you can do it? Let's just say I'm not sure we can. Right now, we're usually much better than we promise. I want to keep it that way. Customer information is essential to a quality-centered organization. But you should remember that supplying this information can be an inconvenience to your customers. Proceed with consideration and courtesy. Just tuck your receipt in here. Thank you. Bye. Oh, if you could take just a moment to provide us with some information on our book selection, I'd be grateful. This form takes about 90 seconds to complete. Oh, sorry, I really don't have time, but you could do with some more business books. Oh, thanks. I'll make a note of that. Bye-bye. Thanks for bringing it to our attention. Before you go, I wondered if you could help us for a few moments with a customer survey we're conducting. We're trying to get some information about how our customers deal with service problems. This normally takes less than a minute. Thanks. At your work site, do you have anyone with engineering or repair expertise? When requesting information from customers, clearly indicate that you're asking for help. Try to fix it yourself. Most people like to be of service to others. Accurately describe how much time will be required of the customer, and allow him or her the opportunity to decline gracefully. Then show your appreciation. Okay, great. Thanks very much for your time and information. Problems that are obvious to customer service personnel may often go unnoticed by others in your organization. When existing channels of communication are inadequate, customer service personnel can sometimes take the initiative in building new channels. Greg's customer service department puts out a weekly report. It keeps service reps informed of new problems with the product line, common customer complaints, and tips for improving service. Greg makes a point of passing the weekly report around to engineers, assemblers, general managers, and salespeople. He shares information and also increases the visibility of his department. He's establishing his customer service department as an information resource for the rest of his company. The key point is this. Customer service has information that is critical to the success of your organization. Customer needs should drive decision-making. In quality-centered organizations, customer service personnel build and use channels of communication. They get the information out. The customer service connection,
It's what links the work you do to the needs of your customers. First, you must greet your customers pleasantly and demonstrate that you welcome their business. You need to listen, observe, and ask questions to evaluate your customers' needs, interpreting both what they say and the nonverbal signals they convey. Then you need to respond to your customers as individuals, acknowledging their specific needs. In overly busy situations, you need to assure customers that you are aware of their presence and you need to prioritize. And with difficult customers, you need to make special efforts to be understanding and to maintain your poise and composure. As a customer service representative, you must also serve as an information resource for your organization. No one understands customer needs and expectations better than the people who work with customers every day. By sharing your knowledge, you help everyone in your organization serve customers better. في التسويق عامة لازم بنؤكد على العلاقة القوية ما بين إدارة الموارد، إدارة التسويق وإدارة المنتجات وخدمة العملاء. ألف ب الماركتينج هو الكاستمر سيرفيس. من خلال الموفي اللي احنا شفناه which is excellent الحقيقة، أنا بعتبره من أفضل الأفلام اللي بتعرض خدمة العملاء وبتدي تيبس مهمة جدا عن ازاي تقدم خدمة للعملاء تكسيد بيها الاكسبكتيشنز او تفوق توقعات العميل، وازاي تنمي الفاليو دي عند العاملين عندك وتنمي. وان كنت بالتارجت كواليتي فلازم الكواليتي عندك تبدأ من خدمة العملاء. الكومبوننتس اوف الماركتنج اوفرنج دايما بيتكون من ثلاث عناصر اساسيه، هي الفاليو بيست برايسز والبرودكت فيتشرز والكواليتي والسيرفيس اند ماكس اند كواليتي. السيرفيسز ماكس اند كواليتي اللي احنا اتعرضنا لها في الفيلم اللي فات، الشكل ده بيوضح لنا الثري كومبوننت الاساسيه للماركت اوفرنج، سواء كنا بنتكلم عن البرودكت فيتشرز او الكواليتي او services mix and quality والprice. اي product بيتكون من layers، مجموعة من الطبقات او الشرايح، بنقول augmented product والactual product والcore product. الcore product هي مجموعة البنفتس او الخصائص اللي احنا عايزين نحصل عليها من المنتج. تمام، عايز عربية توصلني للمكان. الاكشوال برودكت هو انه قدم لي عربية فيها خصائص ومميزات كتير غير بس ايصالي من مكان لاخر. الاوجمانتد برودكت هو ربط المنتج باكسبكتيشنز او توقعات تفوق رغبات العميل. في 5 برودكت ليفلز، كور بنفيتس، بيزك برودكت بيقدم لنا البنفيتس دي، في اكسبكتد برودكت من العميل ان يلاقي درجه من درجات الرفاهيه معينه متوفره في المنتج، اقدم لك بعد كده منتج اوجمانتد بيفوق الاكسبكتيشنز بتاعتك. وبالتالي علشان كده بنقول ان دايما الاكسبكتد بيتحول او الاوجمانتد مع الوقت بيتحول لاكسبكتد برودكت، لان احنا بنكون بنقدم منتجات تفوق رقابات العميل، بعد فترة بتبقى هي دي التوقعات الاساسية للعميل. على سبيل المثال ان انا اما نقول عربية مكيفة، من فترة من عدة سنوات مضت كانت بالنسبة للعميل augmented product، مع الوقت بقت الاكسبكتد ان عربية يحصل على عربية مكيفة، فبقت محتاج ان انا اديزاين او اشتغل في الـR&D على فيتشرز جديدة عشان اقدم للعميل منتج غير متوقع. فالفايف برودكت ليفلز عندنا، الفاندمنتال ليفل هو الكور بنفيت، السيرفيس او البنفيت اللي الكاستمر عاده بيشتريها. في السكند ليفل الماركتير ماست تيرن ذا كور بنفيت انتو البيزك برودكت. الهوتيل مثلا لازم يكون فيه باثروم وتاولز وكلوزت وبد. الثيرد ليفل بقى في الماركتير بي بريبير ان اكسبكتد برودكت ا سيت اوف اتريبيوتس اند كونديشنز بايرز نورمالي اكسبكت
when they purchase this product. Just expect a clean bed and fresh towels. في الفورس ليفل الماركتير بي بريبير ان اوجمانتد برودكت ذات اكسيدز الكاستمر اكسبكتيشن. في الديفلوبد كانتري البراند بوزيشننج والكومبيتيشن تيك بليس ات ذيس ليفل. اما نيجي نتكلم على المرحله الخامسه اللي هي ستاندز فور بوتنشال برودكت encompass all the possible augmentations and transformation the product or offering might undergo. Increases the amount, quantity, the value, the size, إلى آخر. الميتا ماركتينج والميتا ميديوريس some purchases necessities other purchases. The new automobile market is a good example of meta market. Consumer choose a car but also must buy insurance from insurance company and often a loan from a bank. A smart auto company would make the three purchases easy to penetrate with an insurance company and a bank, such as an auto dealer is performing as a meta midiary wedding marketing. Product classification scheme, durability, tangibility, and use. The marketeers be classify the product على أساس the durability والtangibility ومقدار الاستخدام سواء كان consumer, مستهلك عادي أو industrial business. كل type has an appropriate marketing mix strategy. للاستراتيجية الخاصة به. فمثلا لما نيجي نتكلم عن the durability والtangibility فبنقول ان هي بتتكون من durable goods و non-durable goods و services. البرودكتس ممكن تتقسم للآتي goods and services and as durable or non-durable. ال non-durable goods اللي هم المنتجات اللي ما فيهاش قوة تحمل عالية هم ال tangible goods normally consumed in one or a few uses. Such as soft drink and shampoo, because these goods are purchased frequently. The appropriate strategy is to make them available in many locations. Charge only small markup and advertise heavily to encourage trial and build preference. بنشتغل دايما على ان احنا نزود الكثافة ونعمل تسويق كثيف يشجع العميل انه يجرب المنتج ويخلق عنده بريفرنس مفضلة لشراء المنتجات بتاعتنا. الديورابل جودز بقى الديورابل جودز هما التانجبل جودز ذات نورمالي سرفايف ميني يوزز ريفريجريتورز ماشينز تولز كلوذينج. فالديورابل برودكتس عادة بتريكواير مور بيرسونال سيلينج اند سيرفيس command a higher margin and require more seller guarantee. The services are intangible, inseparable, variable and perishable products that normally require more quality control, supplier credibility and adaptability. أمثلة ليها الإيل هير كاتس قص الشعر legal advice الاستشارات سواء كان وضعية او في مجال تدريب مجال تسويق والابلاينس ريبير اللي هو اصلاح الاجهزة. خلينا نشوف الكونسيومر جودز كلاسيفيكيشنز التصنيف السلع الاستهلاكية بتتقسم لايه. بتتقسم لي كونفينينس وشوبينج وسبيشياليتي وانسوت. الماركتيرز عادة بيكلاسيفاي البرودكتس based on how consumers or customers shop for them. عادة بيقسم الماركتير المنتجات بناء على كم وطريقة شراء العميل لهذه المنتجات. فأمثلة الكونفينينس برودكتس مثلا السلع الكونفينينس فبنقول ان الكونسيومر برودكتس والسيرفيسز ذات كاستمرز هم عباره عن الكونسيومر برودكتس والسيرفيسز ذات كاستمرز يوزوالي باي فريكوينت ايميديتلي اند ويز ا مينيمم اوف كومباريزن اون باينج ايفورت. بيشتريهم العميل باقل
مجهود يذكر وبأقل مقارنة ما بين المنتجات الشبيهة وبعضها، وعادة ما بيشتريه العميل بشكل مكثف وبشكل مستمر، زي ورق التواليت اللي قدامنا، زي الأليكة العميل بشكل مستديم. ما بيقعدش يقارن ما بين الأسعار كتير وبعضها، ما بيقعدش يقارن ما بين المنتجات كتير وبعضها، بيبذل فيها أقل مجهود ممكن يذكر في عند الشراء أو في مرحلة الشراء. الشوبينج جودز بقى هي less frequent purchased consumer products and services that consumer compare carefully on suitability, quality, price and style. الشوبينج جودز هي المنتجات اللي بيشتريها العميل بعناية وبعد مقارنة ما بينها وما بين المنتجات الشبيهة، وبيقارن الكواليتي الجودة، بيقارن السعر، بيقارن الستايل، بيقارن ملائمة المنتج للاستخدام زي السلع والمنتجات الكهربائية، السلع الإلكترونية كلها، تمام، تعتبر شوبينج جودز أو شوبينج برودكتس. السبيشياليتي برودكت السلع المتخصصة أو التخصصية، وفي عادة الكونسيومر بنقول ان specialty products are consumer products and services with unique characteristics or brand identification for which a significant group of buyer is willing to make a special purchase effort. محتاج ابذل مجهود اكتر علشان انا عايز اشتري البراند ده بالتحديد، فممكن اروح التوكيل بتاع مرسيدس عشان انا عايز اشتري البراند عربيات اسمه مرسيدس، فهي سلع تخصصيه البراند بيبقى ليه تاثير كبير قوي فيها، وبيبقى ليه ويت ووزن عند اختيار المنتج. واتس براند، ها لو انا بتكلم عن البراندنج وعن خلق العلامه التجاريه اللي تخلي عندي المنتج سبيشال لدرجه ان انا اروح له واسافر له من مكان لمكان او من محافظه لمحافظه عشان اجيت ذيس براند. خلينا نشوف مع بعض اهميه البراندنج في فيري شورت موفي عن البراندنج وخلق العلامة التجارية. البراند من الحاجات اللي بتخلق كاستمر لويالتي، تمام، وبتخلق لويالتي عند العميل، بتخلي العميل ممكن يروح اي حتة عشان يشتري المنتج ده، تمام، وبالتالي بتخلق منتج سبيشال بالعميل. للأسف هو مش عارفة مش شغال، ممكن نحاول كمان شوية عليه بعد ما نخلص بقية البرودكتس بتاعتنا. unsold product، unsold product هو الكلاسيك examples of known but unsold goods are life insurance and encyclopedia. هي منتجات مش بيطلبها العميل باستمرار، هما الconsumer products that the consumer either doesn't know about or know about but doesn't normally think of buying. منتجات العميل يا اما ما سمعش عنها قبل كده، يا اما سمع عنها بس مش interested قوي بان هو يروح ويجيبها. معرفته بيها قليله، استخدامه بيها بيكون قليل، زي فكره التامين على الحياه، الانسايكلوبيديا، المراجع المختلفه. الانسولد جودز بتريكواير ادفرتايزنج وبيرسونال سيلينج سبورت. الانسولد برودكتس لازم فيها الاعلان بصفه دوريه، ويبقى فيه مجهود يبذل من البيرسونال سيلينج البيع المباشر. من امثله الانسولد برودكتس زي ما قلنا ان الكونسيومر يا اما ما يعرفش عنه حاجه، اما يعرف عنه بس مش عايز يروح له، ما حدش هيفكر يشتري كفن مثلا او يشتري تابوت، فبالتالي ده بيصنف من ضمن الانسولد برودكتس. السلايد اللي قدامنا دي بتعمل مقارنه حلوه جدا ما بين الباينج بيهيفير والبرايس والسيلر ايمج والديستريبيوشن اماكن التوزيع والبروموشن العروض الترويجيه، وامثله لكل تايب من البرودكتس دي. فيري فيري امبورتنت سلايد الحقيقه، هكبرها واسيبها قدامكم تشوفوها.
مقارنة ما بين الكونفينينس والشوبينج والسبيشاليتي والأنصوت. بعد ما استعرضنا مع بعض الفروقات ما بين التايبس المختلفة او الماركتنج كونسيدريشن للكونسيومر برودكتس سواء كانت كونفينينس او شوبينج او سبيشال او انصوت، الباينج بيهيفير بتاع كل واحده منهم بيكون ايه. طبعا الكونفينينس معدل الشراء بتاعها بيكون كبير والمقارنه بتكون قليله، الشوبينج بيكون معدل الشراء اقل وبيكون ازيد في المقارنه، السبيشاليتي بيكون فيه تركيز على البراند بريفرنس واللويالتي لمنتج معين او براند معين، علامه تجاريه معينه. اما الانصوت فبيكون ليتل برودكت اويرنس، في وعي بالمنتجات اقل. البرايسنج طبعا بيختلف والسيلر ايمج بتختلف والديستريبيوشن والبروموشن، وفي امثله لكل طيب منهم. وبالتالي فده سلايد مهمة جدا بتسام اب المقارنات الاستراتيجيز والكونسيدريشنز المختلفة طبقا للكونسيومر برودكتس المختلفة. دلوقتي هنشوف مع بعض حاجة صغيرة وبسيطة كده عن البراند واهمية البراند وازاي البراند بيساهم في خلق علامة لويالتي عالية. When people use your brand as a verb، لما الناس تستخدم البراند بتاعك كverb، ها Google it، let's cook، تمام؟ دوت استخدام للبراند الverb معناه ان انت وصلت لقمة خلق العلاقة القوية ما بينك وما بين العميل، وربط وربطك او الوضع بيرسبشن معين وترسيخ صوره ذهنيه معينه عن المنتج بتاعك في ذهن العميل.
طبعا ده قمة نجاح الشركات الكبيرة. الفيلم استعرض لنا كتير أمثلة من براندز وعلامات تجارية قوية جدا، من أهمهم شركة زي شركة فيرجن. شركة فيرجن وإحنا كنا بنتكلم في الكاستمر سيرفيس خلقت لنفسها إيمج وعلامة تجارية قوية بحجم الكاستمر سيرفيس اللي موجودة عندها وخدمة العميل. شركة فيرجن طبعا اخترقت مجالات مختلفة، لكن فيرجن اللي بتتكلم في خطوط الطيران، اللي بتتكلم في الايرلاينز، عملت لنفسها ايمج وسمعه جباره بالفكر بتاع اختلاف كاستمر سيرفيس عندهم. Inspiring. خطوط طيران فيرجن مالتي براندنج على حق فعلا، تمام. الاعلان وفكرة الادفرتايزنج والاعلان في التسويق ونقل رسالة تسويقية اعلانية قوية بيخدم الفكرة الاساسية اللي انت عايز توصلها. هي فيرجن كانت بتفوكس هنا على ايه؟ على الكاستمر سيرفيس المتميز اللي عندها، اللي بيقدم اكسلنسي وبيكمبيت في مجال خدمة العملاء. هو الطيران ايه غير كاستمر سيرفيس وخدمة عملاء عالية جدا؟ عكست دوت في الرسالة التسويقية اللي نقلتها للعملاء. طيب خلينا نكمل مع بعض الجزء الثيوريتيكال ونقول لما انا بعمل classification of vast collection of consumer goods on the basis of shopping habits we distinguish among convenience, shopping speciality and unsought goods. الكونسيومر يوجوالي بيبرشيز الكونفينينس جودز فريكوينتلي ايميديتلي اند ويز مينيمال ايفورت. اكزامبلز، امثله بتتضمن السوفت درينكس والسوبس والنيوز بيبر استابلس ار كونفينينس جود كونسيومرز بيرشيز اون ريجولار بيسز. امبلس جودز ار بيرشيزد ويزاوت اني بلانينج اور سيرش ايفورت، زي الكاندي بورز والمجازينز. emergency goods are purchased when a need is urgent. umbrella during a rainstorm, boots and shovels during the first winter snow. shopping goods are those the consumer characteristically compares on such basis as suitability, quality, price and style. examples include the furniture, the clothing and major appliances. homogeneous shopping goods are similar in quality but different enough in price to justify a shopping comparison. heterogeneous shopping goods differ in product features and services that may be more important than price.
Specialty goods have unique characteristics or brand identification for which enough buyers are willing to make a special purchasing effort. أمثلة العربيات والووتشز والدايموند والبدل الرجال. Unsold goods are those the consumer does not know about or normally think of buying, such as smoke detectors, الحاجات اللي بتساعد على الإقلاع عن التدخين. Industrial goods classification, materials and boards, capital items, supplies or business services. Industrial products زي الرو ماتيريالز والاجزاء المختلفه اللي بتدخل في التصنيع. الاندستريال برودكتس ار ذوز بيرتشيزد فور فيرذر بروسيسنج اور فور يوز ان كوندكتنج ا بزنس. ذا ثري جروبس اوف اندستريال برودكتس وسيرفيسز بتشمل الماتيريالز والبورتس الكابيتال ايتمز سبلايز اند سيرفيسز. ماتيريالز اند بورتس انكلود مانيفاكتشرد ماتيريالز اند بورتس والرو ماتيريال لايك الفورم برودكتس والناتشرال برودكتس المنتجات الطبيعيه والمنتجات اللي بتدخل في الزراعه على سبيل المثال. عندنا دي كابيتال ايتمز هي الاندستريال برودكتس ذات aid in the buyer's production or operations including the installations والaccessory equipment المعدات اللي بتدخل في التصنيع او بتساعد في الoperations والعمليات التصنيعية وعمليات الانتاج. Supplies with services بتتضمن الoperating supplies والmaintenance والrepair services خدمات الاصلاح خدمات الصيانة خدمات ما بعد البيع. We classify industrial goods in terms of their relative cost and how they enter the production process. Material and parts are goods that enter the manufacturer products completely. They fall into two classes, raw materials and manufactured materials and parts. Raw materials fall into two major groups, farm products, زي الwheat والcotton, واللايفستوك والفروتس والفيجيتابلز والناتشرال برودكتس زي الفيش والكرود والبتروليوم والايرن. برودكت ديفرنشيشن تمييز المنتج اميز المنتج ايه شكلا هل اميزه بالشكل هل اميزه بالشكل بالفيتشرز بالسمات اللي بتميزه. كاستمايزيشن اعمل منتجات مصنعه خصيصا طبقا لرغبات العملاء اميزه بالبرفورمانس معدلات الاداء بتاعته. كونفورمانس مطابقه المنتج لمواصفات معينه للكواليتي او لرغبات العميل. الديورابيليتي قدره المنتج على التحمل. والريلابيليتي قدرته على الاستجابة للغرض المصنوع من أجله. ريبيرابيليتي قدرتي على إصلاحه وإمكانية الإصلاح. والستايل الشكل العام بتاع المنتج بتاعي. كل دي عناصر ممكن أشتغل عليها عشان أميز بيها المنتجات بتاعتي. How many products can be differentiated in form of size, shape or physical structure of a product? Most products can be offered with varying features that supplement to their basic function. Marketeers can differentiate products by customizing them. Lego Aspirin مثلا Lego دية اللعبة اللي بتاعة الأطفال المشهورة اللي احنا شايفينها قدامنا في الصورة الكرتونية دية. الأسبرين could be differentiated in terms of dosage والshape والcolor والaction time. الاسبرين دوت دواء ومع ذلك ممكن نقول عليه اتعمل له ديفرنشيشن لو انا بتكلم على الجرعه على الشكل على اللون على معدل الاستجابه بتاعته المريض بيستجيب والالم بينتهي بعد فتره قد ايه فده يعتبر ديفرنشيشن يعني حتى في الميديسن في ديفرنشيشن. Most products occupy one of four performance levels: low,
average, high or superior. The performance quality is the level at which the product's primary characteristics operate. The buyers expect a high performance quality, the degree to which all produced units are identical and meet promised specification. Performance quality. الكيس بتاع مرسيدس طبعا اجمل واكثر كيس ممكن نقول بيها ان هي ابلايد على فكرة البرفورمانس او جودة الاداء او البرفورمانس بتاع المنتجات دي. كده تقروها طبعا. فكرة البرفورمانس كواليتي ازاي ان انت تشتغل على الكواليتي بتاعت المنتج وتحافظ على الايمج بتاعتك، ولو حصل اي دروب في الايمج ديت ازاي تسترجع سمعتك من تاني، زي ما حصل مع مرسيدس وشركة بي ام اكتسحت السوق واخدت من الشير بتاعها ومن حجم المبيعات بتاع مرسيدس جزء كبير جدا. ازاي تغير البرسبشن اللي ممكن يكون عند العميل، وازاي تأكد على الكريديبيليتي والمصداقية بتاعتك من خلال اجراءات سريعة لازم تتخذ في حالات الازمات اللي زي دي. وبالتالي بنقول ان نسبة الاخطاء كانت 72%، انخفضت نسبة الاخطاء بنسبة 72% من سنة 2002. وتكلفة الوارنتي او الضمان بتاعت المنتجات نزلت بنسبة 25%، تسهيلات بتقدمها للعميل علشان ترجع تاني المصداقية بتاعتك، زي ما حصل مع تويوتا برضو من نفس المثال، وسحب المنتجات بتاعتها من السوق نتيجة خطأ في التصنيع، واعلنته صراحة واعلنت ان هي المسؤولة عن الاكسيدنت، خاصة بقى لما الميديا كمان ابتدت تتعاون على نشر السلبيات بتاعت البرودكت بتاعت تويوتا، وابتدت في نشرات الاخبار تويوتا تتسبب في مقتل عدد كذا من السيتيزنز الامريكان، المواطنين الامريكان على الطريق. وكانت فعلا الحوادث منتشرة جدا في فترة من الفترات بسبب خطأ في التصنيع في موديل معين من تويوتا. كان من الشركة الى انها سحبت بسرعة المنتج من الاسواق واعلنت عن تعويضات قوية للضحايا، واعلنت عن كومبنسيشن للمشترين، واعلنت التزامها بالكامل ومسؤوليتها الكاملة عن هذا الضرر. ما كتبتش، ما اخفتش الحقيقة، لا واجهت الامر، ورد الفعل لازم يكون سريع. اللي حصل كان ان ده زود الكريديبيليتي المصداقية بتاعت الشركة عند العملاء. طيب لو انا هتكلم عن الديورابيليتي يعني ايه؟ Durability is a measure of the product's expected operating life under natural or stressful conditions. قدرة المنتج على التحمل في الظروف والاجواء المختلفة. This is valued attribute for vehicles. طبعا السمة ديت بيبقى ليها قيمة كبيرة جدا في الاجهزة وفي الكيتشن ابلاينسز والاجهزة اللي بتستخدم في المنزل، واذر ديورابل جودز والمنتجات الشبيهة الاخرى اللي بيطلق عليها ديورابيليتي. البايرز المشترين نورمالي will pay a premium for more reliable products. المشترين هيدفعوا مبالغ كبيرة جدا لمنتجات تتميز بالريلابيليتي. طب ايه هي الريلابيليتي او تعريفها ايه؟ It's a measure of the probability that a product will not
malfunction or fail within a specified time period. يستحمل معانا يعيش معانا المنتج لفترة طويلة. مشهورة طبعا تويوتا بالريلابيليتي بتاعتها. طب ريبيرابيليتي فانكشنز، لما يحصل ضرر او يبوظ المنتج ايه امكانية اعادة اصلاحه ولا نرميه ويبقى باظ على كده. طب الستايل بيدسكرايب ذا برودكتس لوك اند فيل تو ذا باير. الستايل بقى الشكل النهائي، ها شكل المنتج ايه وازاي العميل بيشعر تجاه هذا المنتج. It creates this distinctive that is hard to copy. Offering technical support. تمام، لازم بقدم طبعا technical support، دعم فني لتقديم منتج مميز في الستايل والشكل النهائي بتاعه. السيرفيس ديفرنشيشن بقى تمييز الخدمه، اوردرنج ايز، دليفري، انستليشن، كاستمر تريننج، كاستمر كونسلتنج، مينتيننس اند ريبير. سهوله طلب المنتج، سهوله توصيله، امكانيه التركيب بتاعته، تدريب العميل على استخدام المنتج. المنتج لما العميل لما يحتاج استشارة خاصة بالمنتج يلاقيها، الإصلاح، خدمة ما بعد البيع. طب سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتج ايه، وزي ما قلنا قبل كده دي من الحاجات اللي بتبقى مهمة جدا. كل الحاجات دي بعمل بيها differentiation للسيرفيس. الاوردرنج ايز بترفير تو هاو ايزي ات از فور ذا كاستمر تو بليس ان اوردر وذ ذا كمباني. الدليفري ريفير تو هاو ويل ذا برودكت اور سيرفيس از بروت تو ذا كاستمر. ات انكلودز السبيد والاكوريسي والكير ثرو اوت ذا بروسيس. دومينوز بيتزا مثلا 30 مينت دليفري، ها توصلك في خلال 30 دقيقه. سامكس اكويبمنتس تراكس with global positioning system and if your load is 10 minutes late you get 20% discount. صح، بيديك ويقول لك ايه لو حصل ان حصل تاخير عندك 10 دقائق بس في التحميل انا اديك 20% خصم. تمام، بيتحمل طبعا ده بيدل على ان المنتج او ال صاحب الخدمة او صاحب المنتج واثق جدا من الكواليتي بتاعة المنتجات بتاعته. الانستليشنز بقى التركيبات او امكانية التركيب refer to the work done to make a product operational in its planned location. عايزني احمل لك المنتج بتاعك ووصله لك واركبه لك في المكان المحدد في خلال قد ايه وعايزه امتى. الانستليشن دي من الحاجات المهمة اللي ممكن اميز بيها المنتجات بتاعتنا. كاستمر كونسلتنج انكلودز الداتا والانفورميشن والسيستم والادفايس سيرفيسز ذا سيلر اوفر تو ذا باير. المينتيننس والريبير بروجرامز هيلب الكاستمر تو كيب بيرشيزد برودكتس ان جود وركينج اوردر. We can think of product returns in two ways. Controllable returns. This is a result from problems or errors by the seller or customer and can mostly be eliminated with improved handling or storage, better packing and improved transportation. أو أقول uncontrollable returns result from the need for customers to actually see, try or experience the product in person to determine the suitability بتاعته. يبقى لازم نفكر في سياسة استرجاع المنتج ده بطريقتين، يا إما حاجات ليا تحكم فيها يا إما حاجات ليس ليا القدرة على التحكم فيها.
الديزاين. لان الكومبيتيشن بقت فيري انتنسيف، بقت كثيفه جدا المنافسه وشرسه، فالديزاين التصميم بيوفر بوتنت واي تو ديفرنشييت اند بوزيشن الكمبانيز برودكت اند سيرفيسز، بيقدم لي طريقه اقدر اميز بيها المنتج واحط المنتجات والخدمات بتاعه الشركه بخلق صوره ذهنيه مميزه ليها عند العميل. فالديزاين هي التوتابيليتي اوف فيتشرز ذات افكت هاو ا برودكت لوكس فيلز اند فانكشنز تو ا كاستمر. الديزاين اوفرز فانكشنال اند كرييتيف بنفيتس اند ابيلز تو بوث اور راشنال اند ايموشنال سايدز. ولو انا بتكلم عن الكومبيتيشن بفكركم تاني بالفايف فورسز موديل بورتر اللي قال لي بيهم دي تفكير استراتيجي في القوة التنافسية الخمسة اللي ممكن ندرسها بخصوص المنتجات بتاعتنا. فكركم بيها بحاجة بسيطة كده، فيري شورت موفي كان بيركز على الشرح مبسط جدا لمصفوفة بورترز او القوة التنافسية الخمسة لبورتر. مرحبا فيكم من جديد في برنامج اعمال. تبغى تعمل مشروع جديد؟ تبغى تعمل دراسة جدوى او دراسة سوقية؟ تبغى تحلل وتفهم السوق اكثر لتضع استراتيجية تنافسية؟ مالك الا بورتر 5 فورسز، القوة التنافسية الخمسة لبورتر. هذا التحليل جدا مهم وراح يمكننا من فهم اعمق للسوق، وراح يقول لنا في النهاية اذا كان السوق جذاب فندخل فيه او غير جذاب فنتجنبه. اذا الان تبوني اعدد لكم واشرح لكم القوة التنافسية الخمسة اللي نقدر نعرف من خلالها مدى جاذبية السوق. اولا تهديد دخول منافسين جدد، ثانيا تهديد المنتجات البديلة، ثالثا القوة التفاوضية للمشترين، ورابعا القوة التفاوضية للموردين، وخامسا حدة المنافسة داخل السوق. ناخذها بشكل اسهل، في اي سوق اكيد راح تشتري من احد وتبيع لاحد وتنافس احد، وكمان ممكن منافسين جدد يدخلوا السوق في اي لحظة وينافسوك، وممكن يكون في منتج بديل يأثر عليه. جاذبية السوق تعتمد على هذه القوة الخمسة، فاذا كنت تقدر تشتري من الموردين باسعار منافسة وتبيع لعملائك باسعار جيدة والمنافسة في السوق مو شرسة وصعب منافسين جدد يدخلوا السوق والمنتجات البديلة غير مؤثرة، نقدر نقول على السوق جذاب. تزيد وتقل جاذبية السوق اعتمادا لتحليلنا لهذه القوة الخمسة. والآن بعد ما أخذنا صورة عامة عن القوة التنافسية الخمسة، خليني أشرح لكم هي بالتفصيل المبسط والسريع. نمسك أول واحدة اللي هي تهديد دخول منافسين جدد. خذها بكل بساطة، إذا كان صعب دخول منافسين جدد للسوق معناته السوق جذاب، وإذا كان سهل معناته السوق غير جذاب، لأنه في أي لحظة ممكن شركة جديدة تدخل السوق وتنافسك. وفي عوامل كثير تسهل وتصعب دخول المنافسين الجدد، منها على سبيل المثال تكلفة الإنتاج. فإذا كانت تكلفة الإنتاج عالية راح يكون صعب دخول المنافسين الجدد وبالتالي تزداد جاذبية السوق، وإذا كانت تكلفة الإنتاج منخفضة راح يكون سهل دخول المنافسين الجدد وبالتالي تقل جاذبية السوق. ثانيا تهديد المنتجات البديلة. المنتج البديل هو منتج من نوع آخر لكن ممكن يشيل محل منتجك لأنه يؤدي نفس الغرض تقريبا. فالباصات على سبيل المثال تؤدي نفس دور القطارات. تأثير المنتجات البديلة ما راح يكون في أي حال من الأحوال بنفس تأثير المنتج المنافس. يعني مثلا إذا شركة بيبسي خفضت أسعارها، شركة كوكاكولا راح تكون أول متأثرين لأنه منتج منافس، وبعدها في التأثير تيجي شركات العصائر كونها منتجات بديلة. زيادة تهديد المنتجات البديلة يجعل السوق غير جذاب، وقلة تهديد المنتجات البديلة يجعل السوق أكثر جاذبية. ثالثا القوة التفاوضية للمشترين. كل ما زادت القوة التفاوضية للمشترين اللي حيشتروا مننا، كل ما كان بإمكانهم فرض أسعارهم على المنتجات، وبكذا يكون السوق غير جذاب. وكل ما قلت هذه القوة التفاوضية سيقبل المشترون بالأسعار اللي تفرضها الشركة، وبكذا يكون السوق جذاب. في عوامل تزيد من القوة التفاوضية للمشترين، منها على سبيل المثال حجم الشراء. فكل ما كان أحد العملاء يشتري بكميات كبيرة تزداد قوته التفاوضية أمام الشركة، وكل ما كان حجم الشراء بسيط كل ما قلت هذه القوة التفاوضية. رابعا القوة التفاوضية للموردين. كل ما زادت القوة التفاوضية للموردين كل ما زادت قدرتهم على فرض أسعارهم على السلع اللي تبغى تشتريها، وبكذا يكون السوق غير جذاب. أما إذا كانت القوة التفاوضية لدى الموردين ضعيفة ستتمكن من التأثير عليهم والحصول على أسعار أفضل، وبكذا يكون السوق جذاب.
الموردين محدود سيجعلهم أكثر تمسك بأسعارهم وجودتهم مما يجعل السوق أقل جاذبية. أما إذا كان عدد الموردين كثير سيقلل ذلك من قوتهم التفاوضية، لأنه إذا ما عجبك أسعار واحد فيهم حتروح للثاني، طبعا هذا يجعل السوق أكثر جاذبية. خامسا وأخيرا، شدة المنافسة داخل السوق. إذا كانت هناك حرب أسعار أو تسعير وترويج عدواني بين الشركات داخل سوق معين فهذا السوق غير جذاب على الإطلاق. أما إذا كانت المنافسة ليست بهذه الحدية فسيزيد ذلك من جاذبية السوق. في عوامل تزيد من حدة المنافسة داخل السوق، منها على سبيل المثال سرعة نمو السوق. فإذا كان السوق ينمو بسرعة راح تكون المنافسة جدا شديدة، لأنه كل شركة راح تعمل إعلانات وتحاول تزيد من حصتها السوقية. أما إذا كان السوق ينمو ببطء راح تنخفض حدة المنافسة، لأنه سيكون التركيز على تقاسم السوق أكثر من النمو والحصول على عملاء جدد. الآن أتمنى الجميع يكون فهم إيش هي القوة التنافسية الخمسة لبورتر، وكيف يقدر من خلالها يحلل سوق معين ويعرف إذا كان هذا السوق جذاب أو غير جذاب. يشرفني التواصل معكم على حساب أعمال في الفيسبوك أو حسابي في تويتر. لا تنسوا تعملوا لايك. طبعا الشكل اللي بيعرض هنا القوة التنافسية الخمسة لبورتر ديت عشان نأكد بيها على دراسة السوق، وازاي ان دراسة السوق ودراسة الكمبيتيتور بتاعنا او المنافسين بتوعنا بتكون من الاهمية علشان تقدر تحدد بيها العناصر اللي هتشتغل عليها في الديفرنشيشن او في تمييز المنتج بتاعك. تمام. طيب طبعا كان في استراتيجيات كتيرة هنذكرها وهنفتكرها مع بعض. هنظبط بس الشاشة بتاعتنا. بنقول البرودكت ويدث واللينث بتاعه. تمام. ده من الحاجات اللي بتؤثر على على المنتج. البرودكت ماكس ويدز والبرودكت لاين لانس، كم الانتاج قد ايه وقدرتي في الانتاج قد ايه. البرودكت والبراند ريليشن شيبس، علاقة المنتج بالعلامة التجارية علاقة كبيرة جدا. The width of a product max is 5 lines. The depth of tied max is 8. The length of a product max is 20 items. مثلا الفاريانت اف تايت ان تو سنت، تو فورميليشنز او تو اديتيفز، اتنين اضافات. الكونسيستنسي اوف بروكتر اند جامبل برودكت لاين از كونسيستنت اس كونسيومر جودز. لو نلاحظ هنا ان منتج زي منتجات التايد كمنظف تابع لشركه بروكتر اند جامبل، لو شفنا حجم المطهرات ديترجنت قد ايه، توث بيست، البار سوب، الدايبرز، البيبر برودكتس زي ايه، كارمن، بافس، بونتي، كل ديت منتجات. وبالتالي هنا بنقول العلاقة ما بين البراند والمنتج يقدر يعمل ماكسينج للويدز واللاين لينس قد ايه. البرودكت سيستم على فكرة كل ده بيدخل جوه الاستراتيجي بتاعت المنتج. هل انا هعمل منتجات جديدة؟ هل انا اخترق سوق؟ هل انا انزل بمنتجات مشابهة في نفس السوق اللي انا فيه فاعمل انتشار اكتر؟ هل انا انزل بمنتجات جديدة في اسواق جديدة الى اخره؟ تمام. which is very risky طبعا. طبعا فهي دي الاستراتيجية اللي بتحكمني في السوق او استراتيجيه المنتجات بتاعتي ايه. كل ده يدخل ضمن البرودكت. البرودكت سيستم از ا جروب اوف دايفرس بات ريليتد ايتمز ذات فانكشن ان ا كومباتبل مانر، فور اكزامبل ذا اكستنسيف ايبود برودكت سيستم ذات انكلود هيدفونز اند هيدسيتس، كيبل اند دوكس، arm bands, cases, power and car accessories and speakers. A product max, also called product assortment, that is the set of all products and items in particular seller offers for sale. A product max consists of various product line. NEC مثلا اليابانية product max that consists of communication products and computer products.
ميشلين has three product line, التايرز والمابس والريستورانت ريتنج سيرفيسز. البرودكت سيستمز والماكسز عندنا ميشلين has three product line زي ما قلنا, وده اعلانات ليها. Product item contribution to a product line total sales and profit. ازاي الـ بيساهم الـ product line في زيادة الأرباح والمبيعات. In offering product line خط إنتاج متعدد لنفس المنتج, الشركة عادة بتdevelop basic platform and models that can be added to meet different customer requirement and lower production cost. The product line manager we need to know the sales and profits of each item in the line to determine which items to build, maintain, harvest or divest. تمام؟ طبعا الكونسبت بتاع maintaining الانفستمنتس او هارفست جني الارباح او divest ان انا اخلع واخرج من السوق بسرعه, ده خدناه في مصفوفه او ماتريكس بتسمى مصفوفه بوستن او البي سي جي. شوفها نفتكرها مع بعض. مرحبا فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج أعمال. علامات الاستفهام: النجوم, البقرة, الحلوب, والكلاب. يمكن مسميات غريبة شوية, لكن هي دي المسميات اللي تتكون منها مصفوفة بوستن. مصفوفة بوستن أو بوستن ماتريكس جدا مهمة لأي مهتم لإدارة الأعمال وتحليل الاستراتيجي والتسويق. من خلال مصفوفة بوستن رح نعرف حالة المنتج, بناء على ذلك رح نعرف الخيارات الاستراتيجية الأمثل, يعني هل نستثمر أكثر, نحافظ على وضعنا أو نطلع من السوق. رح تلاقوا أجوبة لأسئلتكم وأكثر. كل فكرة المصفوفة مبنية على عاملين, الأول درجة نمو السوق والثاني الحصة السوقية. درجة نمو السوق هي نسبة الزيادة السنوية في حجم السوق. نفترض أنه أنا أتكلم عن سوق الهواتف المحمولة, فراح أقصد بنمو سوق الهواتف المحمولة 10% لعام 2013 زيادة الطلب على الهواتف المحمولة 10% لعام 2013, وهذه بالمناسبة نسبة جدا ممتازة. أما الحصة السوقية فهي تعني حصة علامة تجارية معينة من السوق. فإذا افترضنا أنه حجم سوق الهواتف المحمولة لعام 2013 $100 مليون, وكان العائد على أجهزة الآيفون $40 مليون, يصير حصة الآيفون من السوق 40%. بعد ما عرفنا إيش معنى درجة نمو السوق وإيش معنى الحصة السوقية, أتوقع الكل متحمس يشوف مصفوفة بوستن. مصفوفة بوستن تتكون من 4 خانات, كل خانة لها اسم وتعبر عن حالة معينة. الخانة الأولى علامات الاستفهام, وهي تعبر عن درجة نمو سوق مرتفعة لكن الحصة السوقية منخفضة. بالعادة المنتجات الجديدة تكون في هذه الخانة, والخيار الاستراتيجي هنا هو الاستثمار, فنستثمر أكثر وأكثر حتى يحصل المنتج على حصة سوقية أكبر ويصل إلى خانة النجوم. الخانة الثانية النجوم, وهنا تكون درجة نمو السوق مرتفعة والحصة السوقية مرتفعة أيضا. أي شركة تتمنى يكون منتجها في هذه الخانة, مين ما يتمنى يمتلك حصة سوقية كبيرة في سوق ينمو بشكل سريع كل سنة. والاستراتيجية التي يجب اتباعها هي الاستثمار أكثر وأكثر حتى يستمر المنتج في هذه الخانة. الخانة الثالثة البقرة الحلوب, وهنا تكون درجة نمو السوق منخفضة لكن الحصة السوقية مرتفعة. هنا يكون السوق وصل إلى مرحلة النضوج, فهذه المرحلة تجني الشركة أرباح عالية من غير ما تحتاج تستثمر بشكل كبير مثل مرحلة النجوم وعلامات الاستفهام. الخانة الرابعة الكلاب, وهنا درجة نمو السوق منخفضة والحصة السوقية منخفضة كذلك. المنتجات اللي تكون في هذه المرحلة لا رجاء فيها, فحتى لو استثمرت أكثر بهذا المنتج ما راح يفيد لأن السوق نموه بطيء أو ممكن حتى ما ينمو. فإذا كان منتجك في خانة علامات الاستفهام استثمر أكثر لتدفع أنه يكون في خانة النجوم, وإذا وصل إلى خانة النجوم استمر في الاستثمار حتى تنمو مبيعاتك وتحافظ على وضعك في السوق. إذا وصل منتجك إلى خانة البقرة الحلوب فاعلم أن السوق قد وصل إلى مرحلة النضوج وإنت في وضع جيد, فلا داعي للاستثمار بنفس القوة
تمام، يبقى احنا هنا عايزة اكد على الكونسبتس اللي حكاها معانا. احنا بنقول to determine which item to build، maintain، احافظ على الانفستمنتس اكتر واكتر، ولا احافظ على فكرة الاستثمار، ولا اجني الارباح واكتفي، ولا اخرج من السوق. ده بناء على معطيين اساسيين: درجة نمو السوق، الماركت جروث، والماركت شير بتاعك في السوق قد ايه. قبل ما نخرج تاني من الجزء ده، هو طبعا ريفيجن بيتعمل بشكل لطيف جدا، دي مصفوفة بوستن البي سي جي او البوستن ماتريكس اللي بتوضح الاختيارات الاستراتيجية الخاصة بالبرودكت بتاعنا. البرودكت بتاعنا بناء على الماركت جروس والماركت شير، سواء كانت لو اور هاي، بحدد المنتج بتاعي في ويتش كوادرنت من دول، في انه مربع من المربعات دي. لو في الكويستشن مور يبقى بستثمر اكتر، لو في الستارز النجوم يبقى بس بمنتين الانفستمنتس، لو انا في مرحلة الكاش كاو دي مرحلة الهارفست او جني الارباح، مفيش داعي ان انا استثمر بنفس القوة، لان اوريدي خلاص السوق مرحلة النمو بتاعته منخفضة، السوق ساتيريتد، المنتج مش بيزيد، المنتج خلاص وقف. يبقى لا ليه، وانا اوريدي عندي حصة سوقية كبيرة، يبقى مفيش داعي للاستثمار اكتر. لو في مرحلة الدوكس يبقى لازم اخرج من السوق اللي هي بيسموها الدايفست، واستثمر انفست في سيكتور تاني او في بيزنس تاني، لان اوريدي الدوكس ماركت شير قليل وماركت جروث منخفض هو كمان بالتبعية. تمام. محتاجين برضو to understand each product line's market profile، زي الشكل اللي هنستعرضه معاكم اللي بيوضح السيلز والبروفيت ريبورتس ل 5 item product line. عفوا، الفيرست ايتم اكاونتس فور 50%، طبعا دوت بناء على الجراف اللي احنا عرضناه في السلايدز من رقم 47 او السلايدز اللي قبل اللي فاتت. الفيرست ايتم اكاونتس فور 50% اوف توتال سيلز و 30% اوف توتال بروفيت، والفيرست تو ايتمز اكاونت فور 80% اوف توتال سيلز و 60% اوف توتال بروفيت. If these two items were suddenly hurt by a competitor, the line sales and profitability could collapse. تنهار المبيعات. These items must be carefully monitored and protected. لازم تراقب، تعمل لها monitoring بعناية. At the other end, at last item delivers only 5% of the product line sales وprofits. والproduct line manager may consider dropping these items until it has a strong growth potential. line stretching، down market stretch و up market stretch و two way stretch. product و brand relationship still بنتكلم فيهم. بنقول الـ company lengthens its product line in two way: by line stretching and line filling. line stretching بيحصل when a company lengthens its product line beyond its current range. والـ down market stretch، الـ company positioned in the middle market may want to introduce a lower price line. مرسيدس مثلا بتنجح في ان هي تقدم سي كلاس كارز ب $30,000 without injuring its ability to sell other مرسيدس كارز ب $100,000 او اعلى كمان من كده. طب الاب ماركت ستريتش، الكمباني انتر ذا هاي سوشيال كلاس سيجمنت فور مور ماركت جروث هاير مارجن اس فول لاين مانيفاكتشرز، زي ستاربكس في القهوه
وهاجن داز في الايس كريم وتيوتا لكزس. طيب ندخل على التو واي ستريتش. والتو واي ستريتش الشركه بتسيرف الميدل ماركت that might decide to stretch their line in both lower and high social class. على سبيل المثال هوليدي ان الهوتيلز المعروفه على مستوى العالم بتبرفورم 5 different segment، بتخدم 5 شرائح من layers بتاعه العملاء. The upscale crown plaza والتراديشنال هوليدي ان والبادجت هوليدي ان والاكسبرس والبزنس اورينتد هوليدي ان و يو كان سيلكت ان اند هوليدي ان سوتس كمان. اللاين فيلينج بقى بيحصل when a company adds more items within the present range. الموتيفز بيكون الـ overcoming the missing item in the line, reach the incremental profits, utilize الـ excess capacity, block holes to keep out competitors. لازم تخلي الـ competitors يقفوا عند حدهم. الـ company objectives بتinfluence الـ product line length. One objective is to create product line to induce upselling Chevrolet to Buick. A different objective is to create a product line that facilitates the cross selling HP مثلا printers والcomputer. Every company's product line be cover certain part of the total possible range. Line stretching بيحصل when a company lengthens its product line beyond its current range, whether down market, up market, أو في two markets مع بعض up and down. الماركتيرز they have to modify their price setting logic when the product is part of a product max. لازم نراعي بقى التسعير. In product max pricing, the firm search for a set of prices that maximizes the profits on the total max. بحفظ الأرباح على total max. Pricing is difficult. التسعير حاجة صعبة جدا. Because the various products have demand and cost interrelationships and are subjected to different degrees of competition. التسعير طبعا من الامور الصعبة جدا اللي لازم تراعي فيها السياسات التسعيرية بتاعتك هتكون مبنية او استراتيجية التسعير بتاعتك هتبقى مبنية بناء على ايه. نقدر نميز ما بين 6 situation calling for product max pricing. البرودكت لاين برايسنج والاوبشنال فيتشر برايسنج والكابتيف برودكت برايسنج والتو بارت برايسنج والباي برودكت برايسنج والبرودكت باندلنج برايس. الباندلنج هو ان انا اعمل جروبس من منتجات ما بين مع بعضها واعمل لهم تسعير مختلف. مكرونه ريجينا مع صلصه مش عارف ايه، بيرسيل مع داوني، فبعمل باندل ما بين تو برودكتس مع بعض. ودي بتبقى سياسة برضو من اساليب الترويج او البروموشن، ان انا اعمل تسعير لبندلز مع بعض علشان اروج بيها المنتج. ممكن ما يبقاش شغال كويس، ممكن حجم المبيعات بتاعته بتبقى اقل، بيبقى في سياسات معينة او استراتيجية معينة عايز اوصل لها. ده شكل البرايسنج استراتيجيز السكس برودكت ماكس برايسنج استراتيجيز الستة هما اللي قدامنا دلوقتي. هناخد اول واحدة منهم اللي هي البرودكت لاين برايسنج. ايه هو البرودكت لاين برايسنج؟ تسعير البرودكت لاين نقرأ كده.
ليه بسعر المنتجات بتاعت نفس اللاين بتاع البرودكت بأسعار مختلفة؟ ممكن لأن العميل بيقراها أو بيشوف المنتجات ديت وبيعملها فاليو تقييم مختلف. ممكن لأن الفروقات ما بينهم، برغم أن الفروقات ممكن ما بينهم بتكون بسيطة جدا، ولكن هو بيفاليو المنتجات أو الفروقات ديت بفاليوز مختلفة. فأنا لازم أبقى فاهم كويس أوي السايكولوجي أو هاو ذا كاستمر بينتربريت البرودكتس في البرودكت لاين المختلفة، عشان دي هيفرق معايا في التسعير. السيلر تاسك از تو استابليش بيرسيفد كواليتي ديفرنسز ذات سبورت ذا برايس ديفرنسز. لو انا الخلافات ما بيني عندي في الاسعار، فروقات او الفجوات في الاسعار مختلفه، البائع اللي واقف يبيع لازم هو كمان يفوكس على الاختلافات دي. وكتير مننا بيسمع جمله ايه، طب ايه بقى الفرق ما بين الاثنين، ليه دي ب 100 ودي ب 150؟ ماشي، لازم البياع يكون اوير انف بالخصائص او الفروقات، وينقل الصورة بتاعت الفرق دي للكواليتي او الكواليتي ديفرنسز للعميل، والعميل لازم يحس بالفرق دوت علشان يقدر يحس فرق السعر ده جاي منين. البرودكت ماكس برايسنج استراتيجي، الخطوة التانية فيه او الاستراتيجية التانية فيه هي الاوبشنال برودكت برايسنج. شوفها كده مع بعض. شركات كتير بتستخدم الاوبشنال فيتشر برايسنج، بتوفر تو سيل الاوبشنال اور اكسسوري برودكتس along with their main product. برايسنج ذيس اوبشنز از ا ستيكي بروبلم بيكوز كومبانيز ماست ديسايد ويتش ايتيمز تو انكلود ان ذا ستاندرد برايس او البيس برايس اللي هو السعر الرئيسي، اند ويتش تو اوفر از اوبشن. الاوتو كومبانيز بول الكاستمر تو ذير شو روم، بيشدوا الشركات بتاعة السيارات بيجذبوا العميل للمعارض بتاعتهم من خلال advertising economy model، من خلال عرض النماذج او الموديلات الاقتصادية والاعلان عنها. هو ده التسعير اللي بيجذب العميل للمعارض المختلفة. ازاي تو كومبير البرودكتس عندك في كويكن؟ هنا مثلا بيستخدم الاوبشنال برودكت برايسنج ويز اديشنال سوفت وير اوبشنز. في سوفت وير ممكن تستخدمه يوضح لنا هنا البرودكت برايسنج بيجي ازاي. الماركتنج استراتيجي الثالثه هي الكابتيف برودكت برايسنج. طبعا هنا دي سياسة بتخلي المنتج الرئيسي سعره منخفض والتسعير المرتفع يبقى على الـ 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 الأدوات المساعدة اللي ما اقدرش استعمل المنتج بدونها. تمام، فهنا كابتف برودكت برايسنج دي استراتيجية زي البرنترات. البرينتر الجهاز كله ممكن يبقى رخيص وتلاقي الحبر بتاعه هو اللي غالي جدا. تمام، اول مرة يحط لك حبرتين ثلاثة محطوطين جوه الحبارة او جوه البرينتر، وبعد كده هو يفضل انك الحبر يخلص، تيجي تشتري الحبر بتاعه تلاقي نفسك بتدفع تقريبا ايه ربع تمن البرينتر اللي انت اشتريتها.
أمواس الحلاقة غالية جدا مقارنة بمكنة الحلاقة نفسها. مكنة الحلاقة الطول أو الأداة الأساسية سعرها معقول، ولكن لما تيجي تشتري أمواس الحلاقة تلاقي الأمواس بتاعتها غالية جدا. فده سياسة تسعير اسمها الـ Captive Product Pricing. The service firm must decide how much to charge for the basic service and how much for variable usage. لازم اعرف انا هطلب سعر قد ايه للسيرفيس الاساسيه وقد ايه للفاريبل يوسج الحاجات المساعده بعد كده. The fixed amount should be low enough to persuade the usage of the service. Profit can be made on the variable fees. نفس الفكرة، ممكن التسعير الأساسي بيكون منخفض للمنتج علشان يجذب الانتباه أو يزود الرغبة في الشراء عند العميل، بينما الأرباح ممكن تيجي من الايه من الفاريبل فيز بعد كده. في الكيسة دي الاستراتيجي is called two part pricing. The price of the service is broken into a fixed fee plus a variable usage rate. هنا في بيبقى جزئين، او التسعير مبني على جزئين، فكرة التسعير للخدمة بيبقى مقسوم على الفيكسد في السعر الرئيسي يلي السعر المتغير او معدلات التغير في السعر اللي ممكن تجيبنا بعد كده من استخدام الفاريبلز. ده اعلان at six flags there is captive pricing with a fixed entrance fee plus variable fee for food and other services. تأمل كده الإعلان واستوعبه. تمام. الاستراتيجية الرابعة هي الـ by product pricing. Using by product pricing, the manufacturer will seek a market for by products and should accept any price that cover more than the cost of storing and delivering them. Waste of sugar cans مثلا، ها by products can even turn out to be profitable. البرودكت باندلينج هو الماركتنج استراتيجي ذات انفولف اوفرينج سيفرال برودكتس فور سيل از وان كومبايند برودكت. ذيس استراتيجي از فيري كومن ان ذا فاست فود اندستري. طبعا منتشر قوي السياسه التسعيريه ديت في صناعه الاغذيه، اللي بيحصل فيها مالتيبل ايتمز ار كومبايند انتو ا كومبليت ميل. The bundle of products is sometimes referred to as a package deal. أو في ديل بيتعمل لي الباكج. Price bundling can promote the sales of products consumers might not otherwise buy. But the combined price must be low enough to get them to buy the bundle. لازم البندل يكون تسعيره منخفض بالدرجة الكافية اللي تشجع العميل على الشراء. الشركات عادة ما بتديفلوب البرودكت لاينز rather than single products and introduce the price steps. Many companies be offer the optional products with features with services with their main product. Some products be require the use of supplementary or captive products. Service firm engage in two part pricing consisting of a fixed fee plus a variable usage fee. The production او الانتاج of certain goods, meats, petroleum products and other chemicals عادة ما بينتج عنه by products that should be priced on their value اللي هي بيسموها CSR Australia customer relation
او الكاستمر سيرفيس. ingredient branding بقى، نيجي تاني للبراند والحديث عن البراند وخلق العلامة التجارية القوية، ازاي اخلق العلامة التجارية وازاي اعمل positioning للمنتجات بتاعتي او الخدمات بتاعتي عند العميل، والبوزيشن يصل من القوة لدرجة ان يصبح علامة تجارية قوية بريز بيها اللويالتي، او بشتغل